مرحبا، هلأ صار وقت للسحور. هلأ أنا ما نمت لسه، أنا بحب أول يوم ضل فايقة وأعمل سحور هيك مرتب، بس بابا ودينيز ناموا وعدتهم إني فيقن على السحور وأعمل لهم أطيب أكلات. تعالوا شوفيكم شو عملت لهم، بعدين نروح نفيقن. سويت لهم كل الأكلات اللي بحبوها، عملت تبولة وسمبوسك جبنة. هدول دينيز نجت وبطاطا، هدول تنعقلوا فيهم. يلا رح صبهم ورح فيقهم فاجئهم. يا سلام على أول سحور، يا عيني. هدول لدينيز أفندي بحبهم كرواسان الشوكولا. وهيك صارت سفرتنا الصغيرة جاهزة، رح فيقهم وشوف كيف رح ينبسطوا فيها. ما يعذبوني بالتفيق. بابا دينيز يا نايم وحد الدايم، قوموا ولفي لي بعض كمان. يلا انا لساتني فايقه، عم جهز لكم بهالسحور. قوم عملت لكم اكلات طيبه. قوموا شوفوا يلا باقي نص ساعه بقدن، دوبكم تلحقوا. يلا دينيز سمع اكلات طيبه. يلا يا بابا قوم، عملت لكم مفاجات كتير حلوه. ليك دينيز سبقك، لحق ما ياكلون. شو عجبك اكثر شيء بالاكلات؟ فروجه. ريح بسمي بالله وعود وخنات. الله يعطيك العافيه يا رب. الله يعافيك، شايف سهرت مشان نساوي لكم اياهم. الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك، يلا بكره انت بتسوي لنا الافطار. حاضر، بكره احلى افطار منك. ايه يلا دينيز، يلا حد سموه بالله، يلا رح يقدم. شرب ما يروح. يا حرام. يلا لحقت كل ابي ادن. يلا بسم الله. يلا بلش بالكرواسان، معلش نسامح اليوم. بسم الله. صحة وهنا. شكرا. ما عندك شوكولاتة بالانجليزي؟ انا ما حد دايم. شو صحصحت انت؟ خذوا يلا ضل 5 دقائق بيقدن، لحقوا اشربوا لكم مية. يلا طالع. هديني شغل التلفزيون وقعد. هلا قوم صلي ونام. يلا عندك روضة بكره. يلا طبعا دينيز لسه عمره صغير 5 سنين، لهيك رح نجرب اول شيء نصومه على الدرجات المادنة، يعني بس تقدن الظهر. اتفقنا بدك تصوم لصلاة الظهر. بصلي بعد الله. يلا هلا بس يقدم، بتصلي وبتنام. الله أكبر الله أكبر. يلا خلص أذان، بلشنا صيام الحمد لله. الحمد لله. يلا قوموا على الصلاة وبعد عن النوم، بنشوفكم بكرة. باي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي الوتب أهنا ماله أكسب أفضل نارا ذات لهب وامرأته على الخطاب في جيدها حبل المسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله. شطور. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير. لك شو هالشطورين اللي في أم الصبح بيكتبوا وظايفهم؟ بتكتب وظيفتك؟ يا عمري. يا ماما أنا شطور. لك دخيل الشطورين أنا. شو جوعان ولا لا؟ جوعان. لا بدك تاكل؟ لا بدي صوم. برافو شطور. حزير شو هلا بتصوم لحتى تروح على الروضة؟ بالروضة بتفطر، بكون قدام الظهر، تمام؟ يا بطل يا ابو شني البطل.
يلا كمل وظيفتك، شو عم تلون؟ أحرف؟ إيه. شطور بطل. ماما البابا آكل. شو عم ياكل؟ الشماع. مشي شوفه. يلا مشي. لك شو عم ياكل؟ ما عم ياكل. لك شوفي شو صاير، شوفي شو ياكل ما ياكل. شو عم يشرب ماي؟ يا شوفي ليش؟ لك اليوم رمضان؟ نسيت. منيح لحقناك بما تشرب. ليه حلتولي كنت رح اشرب؟ يلا قطولي ما لحق تصب لسا. مين فسد ليك انت؟ دينيز. روح اليوم ما في فوت على المطبخ للافطار. يلا. يلا دينيز رايح على الروضة، هلا بدنا نوصل دينيز على الروضة. دينيزو إلا الآن مطعم كلانش بوكس ليقدم الظهر، اللي أنا صايم على درجات المادنة ماشي، بس يقدم الظهر خليه تفتح لك كلانش بوكس، ضل شوي بيقدم. تمام. يلا باي. زحمة شوي هون. هلا رايحين نجيب اغراض مشان طبخة الفطور. بتاعت حلوات خلص تكرم عليك. ايه خذ هذا على تفاح. واحد بس هلا على تفاح بس يخلص نجيب عتوت. ماشي. خلص عشان يجيب عتوت ولا لا؟ لا بس يخلص مشان دينيز ما يتسلط عليها. بعدين بيخلصها بنفس اليوم. شغلات دينيز هدول. وهاي صار الافطار جاهز. لسه بدك تاخذ هلا على ابو بشير. عنا عاده كل اول يوم رمضان نعمل لحمه بالصينيه ونحطها عند الفران. تطلع كثير طيبه. ناخذها عند ابو بشير. يلا مشوا معنا. هلا حطينا الصينيه بالفرن، بين ما تخلص رح نروح نعمل جوله بالشوارع ونشوف اجواء رمضان. يلا نشوف اجواء رمضان. يلا هلا نشوف، بيكون الجو كثير حلو. يلا دينيز رح مع البابا. ضل اقل من ساعه على الاذان، قلت لك بنلحق نعمل جوله ونجي ناخذ الصينيه ونجهز السفره. يلا نشوف اذا حق بضايات او لا. هاي الجوله هي عادي قبل الافطار، من وقت ما كنا بسوريا بنعمل جوله. وقت ما كنا بسوريا بنطلع من الدرج، كنا بسوريا بنطلع ايه، بس كانت امي ما تطلع، كانت تطبخ وبابا يطلع. خلص بنلحق. يلا انا وياك. يلا دينيز كمان. ها طبعا اول شيء الزحمه هاي بدنا نتحملها هلا، بس لسه ما بلشت اجواء رمضان، صح دينيز؟ ايه. شو شايف هلا انت؟ شايف شغلة ها؟ ليش ريحت الشوارع اكل؟ رجعت عم تسوي العلم. ما في واحد مبيع سوس. سوس وجلاب. سوس عن جد عنده جلاب؟ بدي اجيب اذا في. طبعا. سوس ما طيب، بنجيب جلاب. في حدا بيفطر اول يوم رمضان شاورما؟ في احد؟ في زحمة على الشاورما. هلا كنا عم ندور على معروف، قالوا لنا انه هون في، رح نشوف اذا بنلاقي. هاي التمر ليش صار يا باشا؟ 150. شو في عنده جلاب؟ ايه رح شوف. بس ما تكون نفس المعاناة، هلا ضل ساعة واقف. يا إلهي على الزحمة يا ما ضل 10 دقايق رح يقدم، بس نحن ما جهزنا شيء دنيز. يعني ايش بابا؟ اصعب شيء برمضان تجيب معروق وجلاب، واصعب شيء كمان تطلع قبل الافطار بشوي بالسياره. ايه هلا لما نوصل على البيت ضل 10 دقائق للاذان. ها
يلا. هلا اخر شيء راح نجيب اللحمه من الفرن، نروح البيت نجهز السفره. يا عيني على قلب الحب. هاي اطيب شيء. طلع طلع اللحمه. يلا راح اروح انا. لا تعال ناكل تعال. ايه ريحة البندورة على الضحك. شو رأيك نيس بأجواء رمضان؟ ريحة الزحمة. ايه والله كتير زحمة بس حلوة. يلا رح نوصل على البيت. يلا ضل 10 دقايق، 5 دقايق ضل. يلا منلحق دينيز. يلا انت والبابا ساعدوني. يلا هاي المعلوقات اللي حاربنا مشانهم، هلا نحطهم صحن. الله يعطيك العافية. يلا ضل 5 دقايق. ها يلا دينيز ما عم ساعدنا. دينيز يلا حطها الطاولة. يلا بسرعة 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 شطور. يلا نيس تعال خذ التمر، استفدنا منك شيء قاعد. نيس دول الحلويات جنب السفرة. يلا يا وش الشطور بيساعدنا جاعد نيس زعل. يلا رح يقدم ضل دقيقتين. يلا يلا بطل. هاي المعروك اخذ اكثر شيء في السفرة، وين نروح فيه؟ يا عيني وش يعني اللي بيعرف يرتب؟ لك رح يقدم طول بالك. طول بالك طول بالك. يلا قدن قدن، هي اول يوم على طول هيك متاخر بالفطور. بس يلا دقيقتين ما في مشكله. يلا شو ضل ناقص؟ حاسه في شيء ناقص؟ اي والله اي والله، هي الخبزه اطيب شيء. الشيء الواحد بياكل بيقول اللهم اني لك صمت، بيشرب مي. اللهم اني لك صمت صمت بك وبك امنت وعليك توكلت أتوكل. وعلى رزقك أفطرت. أفطرت. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إن شاء الله. يلا. إن شاء الله. يلا بلش بالتمر. سكن بابا. شكرا. بدي نذوق الجلاب، بتعطينا رأيك؟ بدي نذوق أول مرة كمان بدوقه. طيب؟ ايه شو طعمته؟ طعمته توت. توت؟ اي والله توت مزبوط شطور. شو بدك تاكل دينيز؟ دخاروف. خروف؟ كلها دخاروف؟ بتكرم عينك الخروف. مع انه هاي ما لها علاقة بالخروف بس يلا. يلا بك هاي لحمة. طيبة؟ طيبة لحمة. لحمة. صحة وهنا. شو خلصتوا اكلوا انتوا؟ تعال يلا ساعدني دينيز، انت بطل ما في منك. تعال هذا الماما. يا عمري الشطور. يلا بلش شيل. يلا يلا يا بطل. يلا خدها على المطبخ. يلا رضب لك الباقي تاخذهم. يلا خذ الكاسات بطل عمري البطل. الله اكبر. صلاة التراويح.